في كتاب قصتي مع أصدقاء المسلمين يشرح الشيخ صمويل أسرار ما يحدث في الكنائس في احتفال رأس السنة، ويشرح أيضا التوحيد الصحيح كما علمه المسيح، ويهاجم الشيخ صمويل فكرة الديانة المسيحية ويشرح لنا ملكوت الله. الله يحب المسلمين، هكذا أحب الله العالم. إيماني أننا في زمن افتقاد إخوتنا المسلمين، صلوا معي من أجل هذه الزيارة. يمكن دراسة هذا الكتاب في المجموعات الصغيرة لإعداد الخدام للكرازة العملية. إذا رغبت في مراسلة الشيخ صمويل يمكنك الكتابة على البريد الإلكتروني sam_faw@hotmail.com، ويمكنك أيضا الاتصال على التليفون التالي 626-303-4752.